ده كلام يعني عن الأسباب من وجهة نظر، لكن هناك أهداف خارج الملعب أستاذ إبراهيم. أيوة أهداف بمعنى إجوال، مش أيوة. أهداف تم تحقيقها وتم رصدها من قبل حضرتك وفريق الإعداد بعد ما اتفقنا أن الفخرة دي لا تقل أهمية عن أي أسباب أخرى. طيب، اللي فاتت كانت الأسباب الموضوعية وراء هذا التتويج المستحق والتتويج التاريخي، لكن في أسباب أخرى أو في أهداف أخرى خارج الملعب خلت هذا هدف تم تسجيلها خارج الملعب، أحرزت ببراعة وبمهارة من خارج الملعب وأدت إلى ما يحدث في الملعب. لولا اللي تسجل بره الملعب ما كانش اللي جوه الملعب هز الشباك. أجمل هدف خارج الملعب كان السنة دي تعلق بالحالة المادية والاقتصادية للنادي الأهلي في توقيت صعب جدا جدا، تم اللي هو مكن النادي الأهلي انه ينفذ كل خططه بالظبط. عشان تشوفوا وراء كل عمل كبير رجال مخلصون بجد وأسباب موضوعية وجهود محترمة ولحظات تاريخية لابد أن تسجل. يوم 9 سبتمبر 2018 تحدث الكابتن مدحت شلبي في قناة بيراميدز وقتها عن ما حدث للأهلي. نشوف. الكابتن الخطيب يشكل لجنة لبحث فسخ التعاقد مع شركتي صلة وسبورت. قلت لحضراتكم يوم الخميس انه شركة صلة ارسلت خطابا رسميا الى النادي الاهلي بمبررات واقعية ومنطقية العقد، وبعتت جواب رسمي بهذا الامر. وقلت انا برضو اول امبارح انه مسألة هتاخد وقت، توكس تايم، فيما يتعلق بالنادي الاهلي علشان يقدر يتعاقد مع شركة اخرى، لانه صلة قررت اللجوء الى الكاس والى التحكيم الانجليزي، ومن ثم طوال فترة التقاضي النادي الأهلي لن يستطيع أن يتعاقد مع شركة أخرى للرعاية. لا طبعا، الأهلي ما كانش عنده طرف إهدار الوقت. في ظل رغبة عارمة من شركات أخرى مصرية وجادة جدا جدا، هم ضمنها المؤسسة الكبرى الأهرام، أن يكونوا متواجدين، عارفين قيمة الأهلي التسويقية. هي المسألة ما في حدش هيجاملك ويديك فلوس، اللي هيديك قرش عايز يطلع من وراك ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فالنادي الأهلي استطاع وبسرعة أن يتجاوز هذه الأزمة الخطيرة اللي ممكن تشل، لأن الأزمة المادية تشل أي سياسة. ده هو حتى كابتن مدحت قال لك يعني ما دام شركة صلة راحت للتحكيم فطوال فترة التقاضي اللي هتطول الأهلي لن يتمكن انه يبرم. انا بقى عايز انك تثق في موقفك. أيوة. وعايز شجاعة اتخاذ القرار. أيوة. وعايز انك تخوض الموقف بكل احتمالاته، وهم فعلوا النادي الأهلي، لا مش هنضيع وقت. طيب، وهنلجأ للتحكيم. التواريخ المهمة والأرقام ذات الدلالة، في 31 مايو صلة تفوز برعاية النادي الأهلي مقابل وصل تقريبا لحوالي نصف مليار جنيه. 31 مايو، 5 يوليو صلة تفسخ التعاقد مع الأهلي، 4 يوليو سبورتا تفوز بحق رعاية ملابس الفريق الأول، 26 سبتمبر يعني يدوب تاني شهر على طول سبورتا تفسخ التعاقد مع الأهلي. وقال الكابتن مدحت اللي انتوا سمعتوه انه خلاص الأهلي باح، لا هيصرف ولا هيلبس، الأهلي باح. الأهلي باح ومجلس الإدارة في أزمة، والكابتن الخطيب مش هيعرف يجيب لعيبه ومش هيعرف يكمل الانشاءات، والدنيا زي ما انتوا شفتوا ويمكن ما يكملش ويمكن ما يكملش. طيب، ايه اللي حصل عشان تعرفوا كل حاجه كبيره وراها جهود كبيره لناس مخلصه بتتجاوز اشد المحن. تفاصيل الموسم اللي عدى ده يتكتب فيه كتب، وهيجي وقت هيكشف الكتير من كواليس وتفاصيل واسرار هذه الفترة الصعبة جدا وكيف تجاوزها النادي الأهلي بكل قوة. لأنه لو تتذكروا بدايتها كانت كلمة من الكابتن محمود الخطيب في تقدير الشخصي
كانت الحفاظ على هوية النادي الأهلي، إنه مع الاحترام والتقدير للجميع لكل المحبين والداعمين، لكن لن يحكم الأهلي إلا مجلس إدارة الأهلي، ولن يتدخل في قرار الأهلي أي حد. دي كانت جملة الحفاظ على هوية الأهلي في أصعب الظروف، وتحمل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كل التفاصيل اللي انتوا تابعتوها، إلى أن وصل بالفريق إلى مناصر التتويج في زمن صعب جدا وظروف قاسية قوي يا باشمهندس. مؤكد يعني أنت قلت التاريخ هيتوقف أمام هذا الموسم بكل دروسه، لكن أنك أنت بسرعة، وده تاني وتالت وعاشر، بيؤكد على القيمة التسويقية للنادي الأهلي والرهان الكسبان اللي مش ممكن يخسر على قيمة النادي الأهلي التسويقية، اللي هي بتبقى هدف لأي راعي أن يكون موجود عارف أنه هيكسب من ورا النادي الأهلي. فبسرعة تيجي بريزنتيشن تخش كلام المهم جدا تسويقيا اللي بيقوله المهندس عدلي. تسمع الأستاذ محمد كامل وهو بيعبر عنه؟ اتفضل نشوف الأستاذ محمد كامل رئيس بريزنتيشن وهو بيتكلم عن صفقة توقيعه مع النادي الأهلي بعد ما كان الأهلي عمل عقد شركة الملابس أمبرو علشان يعمل عقد الرعاية مع بريزنتيشن، ويكون رأي الأستاذ محمد كامل مهم. ألف مبروك بريزنتيشن. يعني بالنسبة لي لحظات تاريخية بالنسبة لي وبالنسبة لكل زمايلي اللي النهاردة مشرفيني كلهم. أنا لو مت النهاردة تقريبا ما فيش أي حلم من أحلام حياتي ما حققتوش بعد ما خدنا رعاية النادي الأهلي. وأنا شخصيا يعني باسم كل أعضاء شركة بريزنتيشن سبورت وباسم المجموعة الجروب اللي احنا بننتمي ليه، جروب إعلام المصريين، يمتلكني يعني فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف، وأنا بحاول أمسك نفسي على قد ما أقدر يا جماعة. بس الحلم ده حلم البريزنتيشن غايب بقاله كتير جدا، وأمل كبير جدا، واعتقد الكابتن دلوقتي لما قال ان احنا لازم نبقى مبسوطين وفخورين امر يعني طبيعي جدا، ان احنا كشركه في خضم كل الشغل اللي اشتغلناه الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت انه نتوج النهارده برعايه النادي الاهلي. كلمات مهمة لازم نتوقف عندها، لأن الأستاذ محمد كامل ده واحد من أهم رجال الأعمال اللي ظهروا على الساحة الرياضية في التسويق الرياضي وفي التسويق الرياضي وفي الرعاية. هو الرقم الصعب اللي في هذا المجال عندما يقول لقد حققت حلم حياتي ولا مت النهاردة وما يبقاش فاتني شيء. هذه رسالة لأولئك الذين شككوا كثيرا في مصداقية العلاقة بين الأهرام والنادي الأهلي. الأهرام كان يسعى إلى الأهلي لأنه يشعر أن الأهلي الحصان الرابح في مجال الرعاية. الكلام اللي اتقال النهاردة يا جماعة كلام مهم جدا، اللي شفناه النهاردة كلام مهم جدا، وكلام من الناحية الاقتصادية بيوضح قيمة النادي الأهلي وقيمة الفوز برعاية النادي الأهلي وقيمة أنك أنت تكسب من ورا النادي الاهلي لانه حصان رابح ومضمون. لولا اللحظه اللي انتوا شفتوها دي ما كانش الاهلي خد الدوري. خلاصتها ما كانش الاهلي كمل منشاته. ما كانش الاهلي قدم لاعضائه كل الخدمات اللي بيحدث تطوير فيها في كل المقرات. ما انا عايز اقف عند دي اللحظه. هو انك انت تمشي في الملف الرياضي تعمل ميركاتو شتوي تاريخي وخيالي برقم قياسي غير مسبوق، ثم تمضي في تحقيق برنامج العائلة رعاية تطوير المقرات الثلاثة والبدء في المقر الرابع للنادي الأهلي كله متزامن. ما هي دي كلها أهداف مهمة خارج الملعب. خارج الملعب هنيجي هنجيلها في الحلقات الجاية تباعا.
كل حلقة هنناقش هدف من أجمل الأهداف اللي احرزت خارج الملعب. لو تابعت ما يحدث في مقرات النادي الأهلي هو ده معجزة تمام هنجيلها، لكنه في سياق كرة القدم لولا هذه الوفرة وهذا العقد الكبير كنت هتعمل صفقاتك ازاي؟ صفقاتك انت كنت تحملت ان انت كملت الموسم باللعيبه المتسجله وما عندكش فرصه ليها القيد 1/12 هقول لك 2017 ما عندكش فرصه للعيبه. هقول لك حاجه مش واخدين بالنا الناس كتير مش واخده بالها منها. هو مش كره القدم بس اللي كانت في اهتمامات مجلس الاداره. كره اليد، كره السله، كل الالعاب. وهتشوف في نهاية قريبا يعني عندما يزل الستار على موسم التدعيمات ايه اللي حصل في الفرق ده هنشوف، لكنه هذه التدعيمات وهذا التتويج خلى حتى المنافسين يقولوا لا برافو الاهلي. عرضنا فيديو للكابتن صبر المنياوي كان رأيه فيه ايه. كابتن صبر المنياوي ايضا مدير الكرة في الاسماعيلي في تايم سبورت عن الاهلي وادارته، نسمعه. النتائج بتاعها كويس جدا. مين احسن اداره في مصر يا كابتن صبري؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي في ايه؟ في كل حاجه. وانا طبعا يعني انا ما عرفتش طبعا المهندس محمود طاهر. يعني انا ماليش علاقه بالاهلي قوي يعني لكن بعد ما مشي انا حسيت برضو ان هو يعني لا كادر مهم جدا، راجل محترم جدا، جداً رئيس جداً. نادي وهو عجبني قوي طبعا. مع ما طلع في برنامج بيسالوا انتوا ليه الناس بتتكلم على راس الانديه؟ قال له عشان بنستفيد. انا بفيد النادي بتاعي وانا ممكن استفيد في شغلي وكده يعني. مصالح بتمشي صريح يعني. يعني مش بياخد فلوس ولا بتاع لا بس ممكن بس الامور بتتفتح رئيس النادي الاهلي فالقصه بتبقى يعني فيعني هو قال واجهه اجتماعيه اكتر منه اي حاجه حاجه زي كده. فهل تتخيل ان في راجل بهذا الصدق يعني وهذه الصراحه؟ لا والحقيقه انا بوافق حضرتك انه الاهلي هو اكتر نادي عنده كوادر تصلح لرئاسه النادي كابتن كريم والعضويه مجلس انا اللي انا كنت اسمعه وانا في الشارع يعني زمان وانا صغير ان صالح سليم ده يعني شخصية وحشة جدا ومش عارف ايه وبتاعه. وبعدين انا اتعاملت معاه في الاهلي. انا كنت في زمان بلعب في الاهلي وانا صغير. والله لعبت في ناشئين الاهلي؟ والله. والله. وهو كان مدير كورة. فانا برضو نفس الـ يعني نفس الـ اللي انا عارفه عن كابتن صالح وكده يعني. بس بعد ما كابتن صالح مسك رئيس نادي الاهلي وكان بيدير نادي الاهلي بمنتهى الكفاءة وهو بيتعالج في غرفة العمليات في لندن وكده. تمام ربنا يرحمه يا رب. وبعدين سمعت الكثير بقى يعني انا كنت جوه النادي ما اعرفش، انا كنت صغير يعني، لكن انا عرفت عن الكابتن صالح سليم انه شخصيه يعني مش عايز اقول لك شخصيه كبيره جدا جدا جدا. احسن رئيس نادي في تاريخ مصر هو هو ولا في حد محمد حسن حلمي. جميل. وهو ده اللي انا بقوله تملي. شوف يا استاذ ابراهيم النادي الاهلي وهاجم طول السنه ده عبر تاريخه حتى في عز تفوقه، ولكن عندما يحقق البطولات الكل يجمع ان السبب الاول والظاهر والحقيقي والمباشر هو الاداره والاستقرار. اقرا كده من اخر 15 سنه. طب ما هي دي اللي بتبقى مستهدفة طول السنة. طول السنة مستهدفة. هو مستهدفة عشان عارفين إن دي نقطة القوة. أول ما أيوة طبعًا بيحاربوها علشان يهزوها.